لم يكن قصف القوات الأمريكية مواقع ميليشيات الحشد غربي العراق أولى حلقات التغيير الأمريكي في التعامل مع النظام السياسي الذي صنعته واشنطن بعد احتلالها العراق عام 2003 التوقيت والطريقة لم تكن الأسئلة الوحيدة التي أثيرت حول القصف بل ثمة أسئلة أخرى أهمها تداعيات الهجوم ومآلاته طائرتين هاجمت مواقع اللواء 45 و46 للحشد الشعبي. وهذا اللواء يعني منضبط مسيطر عليه، ليس لواء تابع لجهه خارجيه عن اداره او قياده الحشد او قياده القوات المسلحه العراقيه. هنا يعترف رئيس الوزراء المستقيل والمكلف بتسيير اعمال الحكومه عادل عبد المهدي. بوجود فصائل غير منضبطه واخرى تابعه لجهه خارجيه تصريح من راس السلطه السياسيه والعسكريه في الدوله يكشف جانبا من حقيقه ما وصلت اليه الامور في العراق لا سيما ان وجود الرجل شكل بدايه جمله التحولات التي طرات على العلاقه مع واشنطن حيث جاءت حكومته وفق الرؤيه الايرانيه بعدما فشلت الجهود الامريكيه في تشكيل حكومه تناسب وجهه نظرها بشان العراق الرسائل بدأت بزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار دون لقاء أي مسؤول حكومي في العراق تلتها زيارة أخرى لنائبه مايكل بينس جرت بالطريقة نفسها كما اعتبر عبد المهدي أول مسؤول رفيع قوبلت زيارته للولايات المتحدة بتأجيل لأربع مرات اخرها في ايلول الماضي ياتي ذلك وسط تسريبات تفيد بان الولايات المتحده قد لا تمنح العراق تمديدا اخر في الاعفاء من العقوبات الايرانيه بما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء من طهران ردا على تجاهل عروض شركات نفط امريكيه في حقول البصره والتوجه الى عروض اخرى صينيه وروسيه مرورا بابرام ثمان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتعلق بالبنى التحتيه والتجاره الحره القصف الامريكي جاء ايضا بعد جمله هجمات تعرضت لها المصالح الامريكيه وازدادت وتيرتها منذ ايلول 2018 حين تعرضت القنصليه الامريكيه في البصره لهجوم صاروخي تبع ذلك ما لا يقل عن 30 هجوما صاروخيا استهدف منشات ومواقع لمصالح امريكيه مختلفه في العراق خلال عام 2019. وما يؤكد دخول العلاقه بين واشنطن والحكومه في بغداد فعليا مرحله جديده مختلفه تماما سلسله العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من قاده الميليشيات والمرتبطين بايران بعضهم مشاركون في العمليه السياسيه ويملكون نوابا في البرلمان كما يظهر ايضا من تغاضي الولايات المتحده عن عمليات القصف التي طالت معسكرات للحشد اتهم بشنها الطيران الصهيوني الهجوم الامريكي الذي نفذته طائرات مقاتله وتسبب بخسائر كبيره وتدمير المعسكر بالكامل لن يكون الاخير. هذا ما تؤكده مصادر مطلعه في بغداد وواشنطن وساحه الحرب بالوكاله التي طالما جرى الحديث عنها في العراق يبدو انها اليوم باتت جاهزه اكثر من اي وقت مضى لتصفيه حسابات قديمه متجدده بين طهران وعملائها من جهه والولايات المتحده وحلفائها من جهه اخرى.